هات 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 بسرعة، الشباب ينتظرون. ما ابغى لك لمسة، تخيل من كثر الكرة كان اليوم نسبة القبول لك متدنية جدا. لين ايش يعني قالت ميدي كاره ام احمد فادي المركز الاول؟ لا اذا وقفت على المحبة امي تحبك اكثر مني فما فرقت عادي. ما ادري كنا لا 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 كذا كرة من غير سبب. لا واضح الكرة يا ابو مرعي. يلا يا شباب ادعو ادعو العرب ادعو العرب يا احمد احمد ادعو ام منيب صدق ولا تعالوا ام منيب ام منيب منوبي منوبي يا قلبي خواب السعد في اخواب جديد منوبي يا قلبي نعمة كريم منوبي يا قلبي الو الو ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الأمين أولا فالله يجعله بالعافية. أما الأمر الثاني نتقدم أنا وجميع المتسابقين في برنامج الاستديو على قناة بداية بالشكر والعرفان للأستاذ المدير سعود العتيبي لأنه أسعد أخونا أحمد حنيف في هذا اليوم ولا تكفيه تعابير الشكر فشكرا جزيلا على ما قدمته لأخونا ومن يسعد أخونا كنا حنا كم 15 من يسعد واحد فينا كأنه أسعدنا جميعنا الله فإننا سعداء بهذا الشيء وشكرا والله يخلي لك والدتك ويخليك لها والله يكرمكم بالجنة ويجود عليكم يرحم والديكم بسم الله اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد لا لا شكرا ابو حنيف بيض الله وجهك والله يجمل حالك والله ان من الشكل انه واضح انها دمار ووصل الشكر لابو عبد الله بيض الله وجهك بياض من العرش للفرش وتستاهل ابو حنيف والله يخلي لكم تستاهل الطيب خلي لك شيبانك وطول عمرك بيض الله وجهك يا ابو عبد الله وكل من ساهم في هذا الاتصال الله يجعلني فداكم افرحتوني كثير جدا وشكرا لابو مرعي وابو ناصر والله انهم هم اللي طبخوا انا والله مجرد بس معهم ومرحبا الف يا شباب الزاد خلص ومرحبا في مبادره لفهد رقيس بعد الاكل ها ايش مسيسه بالخير راح سبيكر راح بعدين كلوا يا شباب الله يجعلها بالعافيه بالله كيف؟ شوف الدجاج تي قطعتها، ايش رايك طعمها؟ والله خير شغل كيف بالعافيه يا ابو حنيف ايش معك يا ابو حنيف؟ الله يتقبل منه ومنك يا رب ووجهك ابيض مرحبا الف حظك الباطن كنت وياه تعال اقرب شو هذا اللي يبغاني يجيبه محور عندنا في الفلاش باك اجاب دم الحق يا عيال مرحبا الف يا شباب شباب اعطوني رايكم بعد ما تخلصوا عيب عيب ترى ورانا اهل لا تصفق خويك والله خويك وراك كيف لا يعني والله سين لا تصفق يعطيك الله من الرحيم ما ضربت كلمه محبه يا ابو لا لا تحبني بدينا حركات الله يجعل فداك والله ما قصروا الشباب انا شو اسمه ذا وابشرك والله يبدا يجعلها بالعافيه هذه مكرونه كنت انت صح وسخة وسخة والله الا ترى كلها نعمه والله يبقى الولد ليش فيها مكرونه احمد حنيف كبسه بكره ايه ايه لا انت تعرفني انا ما احب الكلام هذا لا رجع قدامك يعني زاد قدامك رجع ولا يا ابو مري والله لولا الله ثم توجيهات الوالد ما استنى كانك ما خيرت اليوم والله ما قصرت والله ما قصرت اي ولا اي والله وجهك والله احنا نخبيها والله ما سوينا شيء تعامل معه شوي والله يبيض وجهه مشعل هو اللي يعني قطع البصل والدجاج وفك المكرونه انا ما ادري ايش سويت انا اللي سويت انجاز عليكم عليكم. أنا نسيت إيش سويت. يعلى بالعافية. ولمت. الولد بعد ما راح
فلاش باك تغير، صار يحب التسليمات، تغير الولد. لا لا والله انه هو يحب التسليمات، يبغاني نقول ميده اسمه تسليمات مش على محمد الدنع. يا انا بقول لك حاجه، يا لبي ما انت سلمت امس؟ ها انت سلمت نام صح؟ انا اي سلموا كل يوم، ما هم هم اخوياك قالوا الكلام اللي قاله محمد الدنع امس كله صحيح اصلا، هو 90% من اللي في خاطره اصلا، هو عبر ما بعد يعني انا صح ولا كذب؟ ابو ناصر تام اركبه الله يجعل الكلام، الله يرحم والديك، هذا كلام كلنا نقدر نتكلم. نعم انا انت عزيز والي، ما تكلمنا معك الا تقدير واحترام وموده ومحبه. الله يسعدك، نعرف اللي بخاطر، نعرف اللي بخاطر، اللي بخاطر مرحبا. اشياء من اللي قاعد تقوله انا ادري خاطرك شين، انت قلبك اسود. ولا انت قبل لا اروح بالاشباك وجيتني انت، انت جيتني براسك انت واحمد حنيف، قلنا لك مرحبا الف. اي ابو علي خيط والمخيط. نعم والله كل شيء نجعله في ذاك. ايوه تعال الله يسعد الوجه اخوانك هم. انت دبسنا صدمنا في بعض. لا لا دبسنا دبس ما صبر صاحب ابو علي الله يوف فاهمنا. والله ما صبر، والله ما صبر، انا ماني بس جاي انا في الاكل انسى امي ابو بسيط بسيط. كيف يا بعد ما ايام طبعا على اخوك ايه والله ما اعطيته انه ما عندك حساحيس، ما عندك مشاعر، حساحيس حساحيس ما عندي وحاسيس. يقول من غاب غاب قسمه معه صح ولا يا ابو؟ الله يكثر خير الخير، يخليني الله يكثر خير. اللهم امين. الله يخلي لك امك. اللهم امين. ومن يقول جعلني في دار بالعافيه. جاد الله على من جاد بالعافيه. الله يحفظ امك ان شاء الله يطول بعمرها. الله يوجب شرب بيبسي لبي. انا ما ابغاك اصلا. طيب ايش ها جرحني ليش ليه كذا يعني يعني تعبت خلاص منا بروح له. انتظرنا ترى قول له جاي انتظرنا راح له برا. افا ولد 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 ما شاء الله في الطب طبخ منها فعلا بالعافيه. وحنا بدنا والله نطبخ ما عليك تبجيهات الوالده والله انها طبخه. الله يبيض وجهها امي كانت تدق ولي علمت الشعب. الله يبيض وجهها وجهك ربيع حفظ في الدجاج هنا بسأل منو انت مستشار في الاكل؟ في صدور دجاج ما تفرد معه نحطه ذا صغير صينية. أيوه. فايش نسوي بها؟ ما نبغى تخرب. لا ترجع ثلاجة ولا تستخدم غضون ثلاث أيام أربعة. إيه ثلاث أيام يعني هي مبردة هي. ثلاجة. الآن هي مبرد. لا لا هي. أحطه فريزر رجع. فريزر لا. ليه؟ بعد ما تبرد ما ترجع فريزر. تخرب. الله يجعلني أفداك. يجعلني والله أفداك. يخلي لك والدتك. سولفت علي خصم علومه ابوه دق لانه قال والله اني احبك. فصل على ابو دلع ومن ابو احمد كلمني قال شو يسوي ذي بالدجاج؟ دق ولا اخذ الجوا؟ لا اخذ الجوا. الله حجلا بلا اكتشفت انبوك يدور الفرس على طول شاف ذا عطه في البارد الدجاجة في البارد. ابوك ذكي اعلاميا وعنده ريالتي والله تلقى ناقب في بلاش باك نص مجال والله لو يحطونه في بيت الحكمه يا بيجي ضح. انت حتى بيت الفقم الله يحطون. يجعله بالعافيه والله ان كنا في بطن الله يعافيك والله يبيض وجهك منه في بطنه اي والله
خلاص انا زي كني مضيف. الله يجعله بالعافيه. الله انكلنا في بطني تعشوا. الله يجعله ما هبي طلع. كيف المكس مع الشطه؟ واعذرونا على قله وابشروا بالعوض وبيض الله وجيهكم. هذا عصي هذا كاس مصر ويخلي لكم ان شاء الله اهاليكم يرحم من مات منهم ويغفر لهم. الشطه لا لا الا لا يا بيض هادي كلنا على شفه يا رب. هادي ليش ما تعطيني الشطه عشان سلام الله وجهك ابراضي تعلموا تعلموا على اخوك عند غير الكلمه غير الكلمه تلعب علي تعطيني حمديات بغضي سويت سويت الله صدق مستكني اول النبي ابا كان دحين من حندي كان احنا على الحزام تكوه للحين برا شاهي ايوه للحين نجم نلعب وشنو البرنامج دي في ابا اجواء زينه ورياليتي يجي كل مطر يجيك مطر في العصر ايوه ما في حر ما في حر والله ان اصحى من الساعه 2 الظهر اسوي ريالتي بعدين تصحى الاجواء حلوه تعطيك فوق صادق اي والله اشلون الريال اشلون البرنامج في ابها القريه في ابها كان الحين احنا ناشبين بين الضباب حتى المحسن وينك الو الو يا ريالتي الفخم ريالتي في شو اسمه طريق امي والله يجي ريالتي يا رجال ولك ايش فيه ها ايش اللي في احد محروم من حلم وصلك وانا قلبي ضعيف. اي يا ولد انا ما والله ان كلنا محرومين. اي والله. نعم. طيب فيه؟ فيه. من هو؟ الله يجود على من تكلف. الله يعان عوجه. محمد جابر. بيع عن وجهه. اوه بيع عنك يا محمد جابر. بكر بكر عافيه. عسيري كلنا نومي عسيري. يقولون اخذ خرشك يا والله والله انت شل انت. خلاص كذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لا 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 شوف شوف لبيك التمر على عيوني ما ادري والله عيون دنا لبي امر تدل محمد ما يضبط عليك وانا اللي ودك ايش تبغى اتت الملعب في الملعب تقول وجهك ما سوينا شيء يا رجال الله يجعله بالعافيه الله يرحم والديك هذا والله إيه يوقف هناك عشان البث يجي عنده عشان اكل على راحتي وقف هناك شقلب سوشي عشان اكل على راحتي الكاميرات كلها لي يا اخي يا اخي كانك شفت لما تاكل تفطر نهار رمضان اسمع لما تسافر نهار رمضان تفطر والناس صيام هذا شعور يعني شوف شوف كم واحد ناظرني حتى انا مسافر ما افطر انا ما احتاج افطرت مو برمضان اللي راح ولا اللي قبله اللي قبل اللهم لك الحمد فانا اضرب مثال عشان يعني تفهم ما انت تحقق معي ما عاد ابي اخي الله سد نفسك هناك يا اخي تكفى باكل يا اخي فادقيس عندك شيله شيء تشقلب سوي صرفه تكفى اخر والله العظيم من اخر لقمه
اي يا ولد فكنا. اخر رقم اخر رقم نفداك رحنا رصد غناك يا راحتي.